السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. آيفون 15 برو والآيفون 15 برو ماكس تميزهم ثلاثة أشياء لن تجدها في أي هاتف منافس، سنتعرف عليها معا في هذا الفيديو. لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالنقر على الزر لايك، إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات، أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول. أول ميزة وهي لن تجدها في أي هاتف لهاته السنة والسنة المقبلة، وهو رقم قياسي حطمه الآيفون 15 برو والآيفون 15 برو ماكس في نسبة استحواذ الشاشة. يعتبر هذا الرقم هو الأعلى على أي هاتف موجود على هاته الساحة، يعني هنا ستأخذ أعلى نسبة استحواذ. الحواف تقريبا ستكون منعدمة مع الآيفون 15 برو والآيفون 15 برو ماكس. ننتقل إلى الميزة الثانية وهي على مستوى الأداء، أفضل أداء لسنة 2023 وسنة 2024 سيكون مع الآيفون 15 برو والآيفون 15 برو ماكس بمعالج A17 بايونيك. على مستوى الأرقام، هذا المعالج يحقق أرقام قياسية أصدقائي، سيعطيك أفضل تجربة أداء موجودة على الساحة مع استقرار غير عادي، مع تحسن كبير في السي بي يو والجي بي يو. هذا الهاتف سيكون أداؤه خرافي. وبالنسبة للمعالج أصدقائي، سيكون الـ A17 بايونيك سيأتينا بمعمارية 3 نانومتر وهي الأقل على مستوى الساحة. بالنسبة للنقطة الثالثة التي تتفوق بها هذه الأجهزة وهي حجم البطارية التي ستكون مع الآيفون 15 برو ماكس هو الأعلى أصدقائي. تجربة الأداء هنا ستكون مستقرة جدا، وخاصة مع بطارية بحجم أكبر بكثير مقارنة بالآيفون 14 برو ماكس للسنة الفارطة. كذلك أبل حسنت في سرعة الشحن مع نسخة البرو ونسخة البرو ماكس، يعني تجربة الاستخدام حسب أكبر المسربين يقولون أن السكرين أون تايم ستتعدى 9 ساعات، يعني بإمكانك استعمال الهاتف لمدة 9 ساعات دون الحاجة إلى شحنه، وهذا سنتأكد منه مع الاستخدام الحقيقي للهاتف إثر الإعلان عليه، وهو أيام قليلة تفصلنا على الإعلان الرسمي على هذه الأجهزة. فتأكد أن تكون مشترك بالقناة لكي لا يفوتك أي جديد. سنعمل تغطية كاملة على جميع السلسلة على المؤتمر وعلى كل الأجهزة التي سيتم الإعلان عليها في هذا الإيفنت، فتأكد أن تكون مشترك بالقناة. كانت هذه أهم 3 مزايا تميز الآيفون 15 برو والآيفون 15 برو ماكس. اكتبوا لنا آراءكم في التعليقات. إلى هنا أصدقائي وصلنا إلى الختام، أشكركم على المتابعة، أتمنى أنكم استفدتم من الفيديو. أعجبكم لا تنسوا اللايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم، إلى اللقاء وشكرا.